الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة، تستعرضها لنا ليلى عمر. ليك ليلى. شكراً دينا وأدا، ونتابع معكم أهم وآخر أخبار الاقتصاد في هذه النشرة. ارتفع دعم المواد البترولية إلى 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023 بنسبة 290% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، واعتمدت الحكومة سعر برميل النفط عند 80 دولارا في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023، وذلك ارتفاعا من 75 دولارا للبرميل قبل عام بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية. استقبلت موانئ المنطقة الشمالية شرق وغرب بورسعيد والعريش 240 سفينة متنوعة خلال يناير الماضي بإجمالي حمولات بلغت 4,351,000 طن. وأعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية لاستخدامها، ومن ثم تعظيم إيرادات الدولة من الموانئ وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة اقتصادية وموانئها. في سوق المال، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق التعاملات في أولى جلسات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين، وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1.93 من الألف تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.9 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.23% ليبلغ مستوى 17,213 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.6% ليبلغ مستوى 3,019 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 1.43% إلى قيمته ليبلغ مستوى 4,500 نقطة. في منطقة الخليج، أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية على تباين وسط استقرار أسعار النفط في آخر تداولاته العالمية للأسبوع الماضي، وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 1% ليواصل خسائره للجلسة السادسة على التوالي، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي في قطر 0.7% منهيا ثلاث جلسات متتالية من الخسائر بعد أن تلقى دعما من صعود أسهمه المالية. قال تجمع الصناعات الجوية والفضائية الفرنسية إن 400 شركة في القطاع تخطط لاستحداث أكثر من 15,000 وظيفة في فرنسا في عام 2023 مدفوعة باستئناف الحركة الجوية بعد وباء كورونا. وأعلنت مجموعة إيرباص أنها تتوقع توظيف 3,500 شخص في فرنسا هذا العام، أكثر من نصفهم من خلال أحداث وظائف جديدة من أصل 13,000 تنوي توظيفهم في العالم. وتريد المجموعة بذلك تلبية احتياجات الارتفاع في إنتاج طائراتها، إذ إن لديها طلبيات تتعلق ب7,000 طائرة. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا وأدا، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.